السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج المفتش. خبر عاجل، منذ لحظات قليلة رحلت عن عالمنا الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح بعد رحلة طويلة من العطاء أسرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة. وعانت الشراح خلال الفترة القليلة الماضية من تدهور حالتها الصحية، علشان كده تم نقلها إلى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن لاستكمال علاجها، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير جدا خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن تفارق الحياة. وكانت الفنانة الكويتية مرت بصعوبات صحية صعبة جدا في الفترة الأخيرة، وده خلاها تجري عدة عمليات جراحية كانت بتحاول العلاج في الخارج، إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن. وتعتبر الشراح إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت، واشتهرت بأدوارها الكوميدية اللي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية. ومن أهم أعمالها مسرحية باي باي لندن وانتخبوا أم علي وبرنامج فضائيات وأوبريت بعد العسل وغيرها من الأعمال الفنية الجميلة اللي أسرت من خلالها الساحة الفنية الكوميدية والخليجية. وهي من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني سنة 1980. طبعا اللي أعلنت خبر الوفاة الإعلامية الكويتية مي العيدان كتبت على صفحتها على تويتر وقالت: إن لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى ويلستون. عزانا إلى عائلتها ولكل محبينها. رحلت بنت شارد ابن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد. باي باي لندن، باي باي انتصار. ربنا يرحم الفنانة الكوميدية الجميلة ويرحم جميع أمواتنا، وطبعا يعني ربنا يصبر كل أهلها ويصبر كل محبينها. ده كان الخبر اللي معانا النهاردة. لو حضرتك وصلت معايا لحد اللحظة دي ما تنساش تدعمني باللايك والشير وتشترك في القناة علشان دايما يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.